كاميرا خلفية من دون خط كهرباء، كيف فيكم تعملوا الحركة هاي؟ مثل ما شايفين عنا هالكاميرا هون ركبناها لجولف 6، كاميرا مع ضو ونمرة. هذا الخط الحامل بعد مسؤولين عن الضو والنمرة فقط. الضو هون جاي، هون عنا كابل الفيديو وكابل الطاقة الكهرباء مثل ما شايفين، تركناه مكانه فاضي ومع هيك اشتغلت معنا الكاميرا. ركب انا ري يا معلم. مثل ما شايفين الكاميرا اشتغلت من دون خط كهرباء من الخلف. اذا حابين تعرفوا اكثر كيف فيكم تشغلوا كاميرا خلفية من دون خط كهرباء تابعوا الفيديوهات القادمة. هيك عنا شكل الكاميرا بعد التركيب. مثل ما شايفين شوفوا الجمالية، اجت مكان ضو النمرة، ضو نمرة بالاضافة لكاميرا خلفية احسن من الكاميرات العادية، يكون منظرها ظاهر كثير. ونفرجيكم الكاميرا الخلفية مرة ثانية. ركبنا انا ري يا معلم، ركبنا انا ري، نشوف الكاميرا الخلفية كيف صارت بعد التركيب. مثل ما شايفين طبعا في ميزة الدركسيون، عم نحركه يمين يسار، عم تحرك الخط معنا. مثل ما شايفين هاي طبعا فيكم تلغوها فيكم تفعلوها، شرحنا لكم عليها بفيديو سابق، راح احط لكم رابط تحت الوصف او طالع عندكم هلا فوق على الزاويه.